هنعمل حبه كوسه مقليه سلطه. اجرح الكوسه كده حبه كوسه منتجو. لازم اجرحها كده عشان لو فيها اي ايه رمال من الغيط ولا اي حاجه من القفص ولا اي حاجه من الشوال تبقى بعيده عننا. نطلعها بره ونغسلها هتبقى معانا فل الفل. طيب يا سلام الكوسه دي لما تعمل الادند يعني مش ايه مش مستويه قوي ونضرب لها بقى ايه الحاجه الحلوه اللي احنا عاملين لها. طيب يلا بينا نقليها. بسم الله. بص يا باشا بقى شايف الجمال ده والحلاوه دي. ده الدريسنج بتاعي نعناع زعتر نعناع جف ثوم مفروم ملح فلفل زيت زيتون ليمون خل والهريسة. ادي الهريسة يا عمي. حبة كوسة سلطة اللي وصى عليهم مين؟ عبازلهم بزاز عب عزيز. يا خبر ابيض. مش عايز اقرص عليها في السوا جامد؟ حاضر يا باشا. وكده الكوسة اهي ده الدريسنج بتاعي. يا حبيبي يا حبيبي خلينا بره. النعناع عامل شغل ايه؟ عامل شغل ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ شايف بقى حبة السلطة دول لو دخلت عليهم من غير ما تتكسف هتلاقيهم ايه؟ اوعى